جلستها تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد وهيب، وبعد إجراء المناقشة في الساعة 9 والنصف صباحا إلى غاية الساعة 12:25 دقيقة بفضاء الإنسانيات، فإن اللجنة قد اختلت للتداول برئاسة السيد عميد الكلية، وقررت عدم منح طالبة درجة الدكتوراه في الآداب مع تحفظ. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.